حليم وعود. ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأنا شيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيم وعود. وترنيمتنا اليوم ترنيمة قديمة اسمها لما أكون تعبان أروح لمين غيرك، معزية جدا ومريحة جدا للي بيعرف رايح لمين. وبتلاقوا بالترنيمة لما أكون تعبان، لما أكون مريض، محتاج، زعلان، في ضيق، مظلوم، وأهم شيء لما أكون خاطي أعرف لمين أروح. طبعا أرجع له هو من يغفر ذنوبي ويغفر خطيئتي، ولا أعيش كخاطي بعد، أعيش كمنتصر فيه. لكن لو أنت بعيد اليوم، لو أنت تعبان، لو أنت بتعاني من مرض، لو سمعني ومحتار، ما في إلا يسوع. مش بس كلام، أنا أشكره اللي سمح لي أختبر، وأشكره اللي لما دعيته لباني ولسه ماشي معي، بيطول باله علي في كل هالظروف. بصلي اليوم مع هالترنيمة، يا رب كل واحد تعبان، كل واحد محتار، كل واحد مريض، أنت الشافي، أنت المريح، تعال يا رب بشفاء، تعال بتغيير على حياتنا كلنا. في اسم المسيح بصلي، ولك كل كرامة ومجد، آمين. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود. لما أكون تعبان أروح لمين غيرك، لما أكون تعبان أروح لمين غيرك، أنت اللي تريحني يا يسوع، أرجع وأصلي لك، أرجع وأصلي لك. لما أكون مريض أروح لمين غيرك، أنت اللي تشفيني يا يسوع، أرجع وأصلي لك، أرجع وأصلي لك. لما أكون حيران أروح لمين غيرك، أنت اللي ترشدني يا يسوع، أرجع وأصلي لك، أرجع وأصلي لك. Thank you.
انت اللي تفرحني يا يسوع، اركع واصلي لك، اركع واصلي لما أكون في ضيق، أروح لمين غيرك؟ لما أكون في ضيق، أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تنجيني يا يسوع، أرجع وأصلي لما أكون مظلوم، أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تنصفني يا يسوع، أركع وأصلي لك، أركع وأصلي لك. لما أكون خاطي، أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تخلصني يا يسوع، أرجع وأصلي لك، أرجع وأصلي لك، أركع وأصلي لك، أركع وأصلي لك. ترنيمة وعود. مهما كانت ظروفك اللي بتمر فيها، أشياء انذكرت في الترنيمة وأشياء ما انذكرت، هو حاسس فيك، عارف اللي بقلبك، عارف معاناتك، قاري أفكارك، حاسس بأناتك. تعال اليوم واقترب من يسوع وبتلاقي عنده الجواب، بتلاقي عنده الحل، الراحة، الشفاء، العزاء، والأهم الخلاص والضمان الأبدي. بصلي إنه يكون معكم دائما وبارك حياتكم وسلامه يدوم في حياتكم. قبل ما أودعكم مع تقسيمي في نفس المقام اللي كان عجم، لكن بعض الأبيات أنا أخذت شوية من الرصد. لما أكون مريض، سمعت تسجيل برضو بالرصد وسمعت بالعجم. الرصد جميل جدا وطبعا مقام عربي. أروح لي مين غيرك مريض، لكن الأغلب تنقال على العجم. سو بترككم مع تقسيمي على مقام العجم. الرب يبارك حياتكم دائما يدوم فيكم سلام المسيح.